أجدادي 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 الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوا كتابي، وبقوا صحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكيلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا ترماي؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه، بنورة النورة المصفورة، افتحها واشوف اثرات ومعالم مشهورة عمرها بالوف. اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة زي المألوف. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جد وخوفه وجد وعمر لما نزل في اسكندرية. منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطار الجيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراية مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والدور بينا مناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. كانت أيام جدودنا
حبيتوها هترجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. سلم على ست هانم يا شحيبه. شحيبر ابني. ها؟ شحيبر ابني. شحيبر ابنك؟ اهلا يا شحيبر، ازيك يا حبيبي؟ اقعد يا شحيبر، اقعد يا شحيبر. انت قاعد طول النهار يا شحيبر. تشرب ايه يا شحيبر؟ تشرب ايه يا شحيبر؟ اشرب. انت طول النهار بتشرب يا شحيبر وحدي معاك. اقول لك؟ خد. خد يا شحيبه. خد يا شحيبه، ما تكسفش ست هانم. خدتها؟ ظريف قوي ابنك ده يا تسوق. الله يحفظك يا ست هانم. كان نفسي يعني يا ست هانم بس تكلميني الاستاذ يعني وتتوسطيني علشان يدخل شحيبر المدرسه؟ لا، التاريخ. يدخله التاريخ؟ يعني يا ريت يعني ياخدوا معاه لفه كده في التاريخ، اصل الولد ممقوت ومنيق وشحطان، يا ريت يعني لو خدوا معاه كده روحه ترد كده ويبقى حلو. ومال ومال متسوق ايه؟ دي حاجه عايزه واسطه؟ كلم الاستاذ على طول. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ. جبتي لي الكتب اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا استاذ، انا وصيت عليها. هيوصلوا اربع كتب، اثنين عشان حضرتك واثنين يتحطوا في دار الكتب. طب برافو. هاي ما هو عايزين ايه يا تسوقي؟ ايه عايز ايه؟ عايز ايه؟ قول بسرعه مش فضيلك. شحيبر ابني بيحب التاريخ قوي. مش انت بتحب التاريخ يا شحيبر؟ بحب التاريخ والشوكولاته. بيمضغ التاريخ زي الشوكولاته. يا ريت سعادتك يعني تاخده معاك في البنوره. تاخده معايا فين؟ في البنوره؟ يجي معايا في البنوره شحيبر؟ ايوه، ده شحيبر كويس قوي وبيحب التاريخ وكل حاجه وشاطر وحافظ حاجه. مش انت حافظ ال قول قول. الو الو، ادوني مستشفى الامراض العقليه. ايه يا عزه ده؟ مش حيبر هيجي معايا في البنوره ويقعد يلف معايا في التاريخ حاجه؟ معلش يا استاذ، ده تسوقي على نياته يعني. لولا انه طيب يعني انا كنت وديته في داهيه. بقول ايه يا عزه؟ نعم. مهمتك النهارده يا عزة توديني قصر الملكة اللي حكمت مصر لمدة 80 يوم فقط. هتعرفيها لو رجعتي في الزمن الماضي لحد سنة 1249 ميلادي. دي اللي كانت زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب، آخر ملوك الدولة الأيوبية في مصر. تستاهليها، تستاهليها والله. شكرا. يلا يا ست بينا على هناك. البقية في حياتك يا مولاتي. محدش يقول لي البقية في حياتك، اتفضل. أمر مولاتي الملكة. مولاتي الوزير عز الدين أيبك، خليه اتفضل. البقية في حياتك يا مولاتي. ليه بتقول كده يا أيبك؟
علشان الملك مات؟ ليه يا عيبك؟ الملك الصالح نجم الدين أيوب ما ماتش، مفيش حد في الدنيا يعرف إنه مات، فاهم؟ فاهم يا مولاتي. فهمت إيه؟ الجيش المصري لازال يحارب الصليبيين في المنصورة ومنتصر عليهم حتى الآن، وإعلان نبأ وفاة الملك قد يفت في عضد الجند ويمكن يقودنا للهزيمة والعياذ بالله. عشان كده الملك ما ماتش، لأن مصر لازم تنتصر على أعدائها. بتفكر في إيه يا أيبك؟ في الأوراق والمراسم والإمضة والقرارات؟ أنا حمضي بدل الملك وحكتب القرارات بنفسي. اللي انت ما تعرفوش ان خطي زي خطه بالظبط، مفيش حد في الدنيا يقدر يفرق بين خطي وخطه. اتفضل. عرفت بقى اصل الملكة يا عم فؤاد؟ يا ستي ايوه عرفت اصل الملكة فين، انما انت لازم تختفي من الحتة دي، انك انت ما معكيش ترخيص. ما تخافش عليا، ملك نستك. استنى عندك التوهية. اهلا، انتوا ما بتظهروش الا في الوقت المناسب. دلوقتي هيقول انت مين. انت مين؟ دلوقتي هيقول انتوا رايحين فين؟ انتوا رايحين فين؟ مش قلت لك؟ دلوقتي هيزوم ويقول شفتي؟ انت بتعرف الحاجات دي ازاي يا عم فؤاد؟ عادي قريت الحلقه قبل ما اجي. طب قول لي دلوقتي بقى هيقول ايه؟ هيقول نسيت. انتوا مين بالظبط؟ ايوه هي دي. احنا جايبين رساله مهمه قوي لجلاله ملكه مصر. معاكوا تصريح بدخول البلاد؟ طبعا معانا. مش معاكي؟ طبعا. امال يعني ما معناش؟ خلاص اشوف الترخيص. اشوف الترخيص. امال انت فاهم ان احنا جايين كده ولا ايه؟ وريله الترخيص. وريله الترخيص. الترخيص مش كان معاكي؟ ايوه احنا كان معانا. كان في هنا الترخيص اظن، ولا كان هنا اظن، مش عارف. كان كنت حاطه فين الترخيص؟ وراه. تعال. كنت فاكر انك هتهرب مننا. لا والله انا كنت عايز اسال سيادتك سؤال مهم قوي. هو سيادتك من مواليد كام؟ 1201. تعرف محمد؟ محمد مين؟ اخو اسماعيل. اسماعيل مين؟ اخو محمد. انت هتضحك عليا بالكلام، فين التصريح؟ التصريح معايا. التصريح كنت حاطه فين؟ فين التصريح؟ اصل كنت ثانية واحدة. ارفع ايديك، ارفع ايديك. طب لما معاك تصريح وقانوني بتهرب ليه؟ لا انا ما بهربش ولا حاجة. هو تصريح ظاهر وكويس وكل حاجة، انما كنت عايز اقول لك ان الست اللي معايا ما معاش تصريح. ورايا. استنى تعالى. اصلك الست اللي معايا تبقى مين؟ مين؟ دي اخت محمد. محمد مين؟ اخو اسماعيل. انت تخلص خالص. ليه؟ اما نبيه بشكل. انت دخلت هنا ازاي؟ انا جاي عشان اقابلك. تقابليني انا؟ ما تخافيش انا مش هاذيك. انا جاي لك عشان تساعديني. انا اساعدك في ايه؟ تتوسطي لنا عند الملكه عشان توافق انها تقابل عم فؤاد. عم فؤاد؟ مين عم فؤاد؟ واحد واحد بس عنده كلام خطير ولازم يقوله لجلالتها. طيب طيب حاولها. تفضلي يا مولاتي. مولاتي وهي فين الست دي؟ في اوضتي يا مولاتي. روحي انبهي لها بسرعه. امرك. انت مين؟ انت مش دينارك؟ مش اسمك دينارك؟ ما تخافيش يا دينارك، انا الشخص اللي عنده كلام كتير لازم يقوله للملكه. وصليه للملكه. الكلام اللي هقوله ده كلام يتوقف عليه حياة الملكة. مولاتي مولاتي مولاتي.
انت مين؟ انا واحد من المصريين جيت احضر حفل زفافك لوزيرك عز الدين. زفافي؟ انا هتجوز عز الدين قايبك؟ هيكون زواج سياسي حسب المكتوب في راسي. مكتوب في راسك ازاي؟ انا جايلك من الزمن الجاي وتاريخك متسطر عندي. علمهولي شحاته فندي وانا تلميذ لسه في مدرستي، وبقلمي كتبت في كراستي ملكة عظيمة هزمت جيوش الصليبيين وكتبت بإيديها نهايتها 1257. يعني أنا هنتهم الدنيا بعد 8 سنين من دلوقتي؟ كده التاريخ بيقول وأنا عنه مش مسؤول. طيب امسكوه على طول. إيه عندك؟ عزة زرار الأمان يا عزة. توتا 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 آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة، الفصورة في البنورة، من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها نشوفها هنشوفها. والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين 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 مين، وهو ده المطلوب يا ولاد. مع 30 واحد يحكي حكاية مصر الغالية ويفكرنا بالأمجاد.